السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. واحد الاخت في تيك توك كتبت لي واحد الكومونتير، قالت لي اختي الا كتعرفي شي حاجه على الناس اللي كيكونوا دايرين لهم ثقاف على الزواج، وانا خوتي كنت عارفه هذه الطريقه وقلت علاش ما نشاركهاش مع المشاهدين يستافدوا منها. هذا الشيء كيبقى غير اسباب، والكمال على الله عز وجل، وما فيها عيب. دائما كنقولها في الفيديوهات، ما فيها عيب ان الناس تجري على راسها وتفسخ الى عندها شي حاجه كضر بالصحه ديالها وكضر بها هي. فهادشي يا خوتي راه ما كيتسماش انها شي حاجه حرام ولا كنديروا شي حاجه خايبه، بالعكس انك تعاوني الناس باش ربي الحبيب يفرج عليهم. وحتى اي ام حتى هي كتبغي مسكينه انها يكون عندها بيت ويكون عندها زوج ووليدات، والله يسهل على كاع البنات والله يجعل ربي يفرح كاع البنيات. اليوم اخوتي جيتكم بواحد الطريقه وواحد الوصفه اللي زوينه البنات. اللدون كلشي كيعرف اللدون، ولكن ماشي اي لدون، ما تشريوش هذا اخوتي، هذا راه ماشي زوين بحال هذا اخوتي اللي كيكون لاصق في هذا الشكل ديال البحر. كيكون الصياد كيصيد الحوت وكيكون خاشي هذا اللدون باش كيتقل به الشبكه، كيكون عنده لاصق في الشبكه ديال البحر. غتمشي لعند الصياد اللي كيكون في البحر، غادي تطلبي منه، غادي تقولي له الله يجازيك بخير عطيني شي جوج من هاد اللدون ولا ثلاثه، خدي ثلاثه، قولي له عطيني شي ثلاثه من هاد اللدون ودوري معاه، وغادي تقطعهم لك من الشبكه وغادي يعطيهم لك. لان علاش غتقولوا لي ديال البحر بالذات؟ لان خوتي ديال البحر، اللدون ديال البحر كيكون مسالي البحر كامل، وانتم عارفين ان البحر تبارك الله الماء ديالو ولا البحر الموج ديالو ولا اي حاجه كيقولوا انها مزيانه. وعلاش انا قلت لكم اخوتي خذوا اللدون اللي يكون عند الصياد لاصق له في الشبكه. غادي تجيبوها البنات، ما تاخذوش اللدون اللي كيكون كيتباع عند العطار ويقول لكم مثلا ديو هذا ولا ديو هذا. ها هو كما شفتوا هذا راه هو هذا اللي كيكون في الشبكه، كيخشيوه هنا في الشبكه وكيضربوا عليه واحد المطيقه، ولكن نتوما جيبوا هذا اللي كيكون مصايد به الصياد. ها هو كما شفتوا انا كنوريكم، كيبان لكم مزيان شفتوا. حتى هذه ما تشريوهاش، حتى هذه ما تاخذوهاش، اللي كتكون مفتوحه من هنا من عند العشاب اللي كيبيع اللدون وهادشي، ما تشريو لا هذه ولا هذه اخوتي. قلت لكم سيروا للبحر وشوفوا شي واحد اللي كيصيد وخذوها من عند الصياد. غنوريكم طريقه اخوتي ديال الاستعمال ديال هاد اللدون. غتشدوا شي حاجه اللي غتكونوا ما كتحتاجوهاش، لان الكاسرونه كتمشي لكم وكتحق لكم. غتاخذوا شي حاجه اخوتي اللي غتكونوا ما كتستعملوهاش، وغادي نديروا فيها هاد جوج ديال اللدون، غادي نحطوهم هنا. غادي تقراو اخوتي سوره الاخلاص، غتقراوها ثلاثه د المرات ودوزوهم على الجسم ديالكم. البنات اللي عندهم ثقاف على الزواج، الناس اللي عندهم العين والحسد والسحر، خوتي هذا الشيء راه ملي كديريه كتحسي بان الخاطر ديالك تفاجات. بزاف د الناس كيقولوا لي لبنى راه كاينه الرقيه الشرعيه، كاينه القران، كاينه الصلاه. اخوتي متفقه معكم، الصلاه والقران والرقيه الشرعيه هي كل شيء في الحياه ديالنا، ولكن السحر راه مذكور في القران وراه الرسول صلى الله عليه وسلم سحروا ليه. فما فيها عيب ان الناس تجري على راسها. كاينه شي بنات مساكن ما كيكونوا دايرين لا بيدهم لا برجلهم، غير كيتخطاو داك السحر كيأثر لهم على الحياه ديالهم، كيأثر لهم على الزواج، ما يتزوجوش، كيكونوا هما غير دازوا فوق منه ماشي داير حتى ليهم. فهاد اللدون اخوتي راه زوين البنت اللي حاسه براسها انها دايرين لها ثقافة على الزواج، اول او كتحس براسها انها دايرين لها شي حاجه ولا العكس ولا اي حاجه، هذا كيصلح للعين، كيصلح للسحر، كيصلح للثقاف، كيصلح لاي حاجه. ملي غديروا غتحسوا بواحد الراحه خوتي. ان شاء الله ربي الحبيب يسهل على كل واحد ويفاجئ على كل واحد. دابا غادي نحطو معكم على البوطي ديالي، بقاو معايا كما شفتوا. غادي نخليه منقص عليه البوطا، وغادي نخليه يذوب، وغادي يكون عندكم شي اناء اللي فيه الماء بحال هكا حتى هو تقراو عليه قل هو الله احد ثلاثه د المرات اخوتي. تقراو على اللدون ثلاثه د المرات ودوزوا على الجسم ديالكم، وتقراو على الماء ثلاثه د المرات وتخليوه حتى يذوب لنا هاد اللدون. بقاو معايا بين ما يذوب اللدون حيت كيتعطل الفيديو اخوتي باش ما يجيكمش طويل. كما شفتوا اخوتي ها هو كيذوب، راه دابا رجع بحال هكا، راه ديك السبيب اللي كيكون وسط اللدونه، ديك الشبكه اللي كتكون وسط اللدونه راه هي تما، ما تحيدوهاش ماشي مشكل. صافي غادي تجيبوا واحد الاناء ديال الماء بحال هذا، وغادي ديروه لتحت وتطفيوه تحت منكم بحال هكا بسم الله. شفتوا كيفاش كيرجع؟
الى عندكم اخوتي اي حاجه خايبه باذن الله عز وجل ما غاديش تبقى، شفتوا كيفاش كيرجع؟ غادي نديروها ثلاثه ديال المرات، غادي نجمعوا بحال هكا وعاود نحطوا فوق البوطه يدور. ملي كتشوفوه اول مره لحتوا الدون في الماء كتشوفوه كيتشتت كيتشتت اخوتي، تاكدوا بان العين كتحيد لكم والسحر كيتحيد والتقاف على الزواج ولا على اي حاجه اخوتي، على العمل على الخدمه تاكدوا بانها كتحيد حتى يتجمع لكم. في المره ديال الثالثه غادي يبقى يتجمع لكم البنات حتى يرجع بحال شي كويره، غادي تجمعوا بحال هكا وعاود ترجعوه البوطه ثلاثه ديال المرات. دابا حنا درنا المره الاولى، غادي نعاود المره الثانيه والمره الثالثه، عاود نرجعوا في البوطه حتى يدوب لي، عاود نطفيه تحت مني نفس الطريقه اخوتي، غادي نديروا ثلاثه ديال المرات كما كتشوفوا اخوتي. ها هو كيدوب، عاود المره ديال المره الثانيه هذه. وكما قلت لكم اخوتي علاش قلت لكم اللون ديال البحر، لان اللون ديال البحر هو اللي كيبطل السحر او تقاف او اي حاجه اخوتي. راه شحال من واحد سحروا ليه، كاين اللي حماق كاين اللي مسكين توفى، انا كنعرف واحد صاحبتي سحروا ليها اخوتي لدرجه انها توفات، بقى داك السحور كياثر عليها حتى ماتت. والله يجعل ربي يشافي كل واحد، وما فيها عيب اخوتي انكم تجريوا على راسكم وديروا هاد اللون، راه زوين البنات غتحسوا بواحد الراحه. قراو القران، صليوا الصلاه ديالكم، هذاك الشيء هو كل شيء في الحياه. ولكن بنادم الا كيحس براسو ان عنده ثقافه ولا عنده سحر يدير هاد اللون. هذه المره الثانيه اخوتي كما كتشوفوا غادي شوفوا كي كيطرطق وكيتجمع، ماشي بحال المره الاولى شفتوا، باقي نتعاودوها اخوتي المره الثالثه، ما غاديش نطول عليكم. المهم اخوتي غادي ديروه ثلاثه ديال المرات، شفتوا المره الاولى كيفاش تشتت، لان كتاكدوا ان عندكم العين عندكم الحسد عندكم السحر، والسحر مذكور في القران. غادي تعاودوها اخوتي ثلاثه ديال المرات. دابا انا باقي لي المره الثالثه ولكن ما غنطولش عليكم في الفيديو. غادي تشدوا اخوتي هذا الماء هذا كما كتشوفوا، ملي غتعاودوا المره الثالثه غادي تصفيوا هذا الماء هذا من اللون، غتجيبوا واحد الصفايه وغادي تصفيوه وغادي تشدوا اخوتي واحد البانيو وغادي ديروا فيه رجليكم وتغسلوا به يديكم بحال هكا. بسم الله بحال هكا اخوتي تغسلوا به يديكم وتخشيو فيه رجليكم، ولكن اخوتي ما تهرقوش في الطواليت حاشاكم، لان قرينا فيه سوره الاخلاص وربي الحبيب يشافي كل واحد. منين تساليو به رميوه في شي جريده ولا في شي كريمه بحال هكا تكون مطربه، ما تلوحوش اخوتي في الحمام لان فيه القران الكريم. والله يجعل ربي شافي كل واحد، واللي كيدير فحال هذا الشيء راه ربي غادي ياخذ فيه الحق. كنتمنى اخوتي انني نكون خفيفه ظريفه على قلبكم، كنتمنى انني تستافدوا من هذا الفيديو هذا وتشجعوني على القناه ديالي يوميه ام يحيى، وديروا لي لايك ديالكم والميساجات الكومنتات ديالكم زوينين، وما تنساوش ديروا لينا ابوني، وان شاء الله فيديو اخر. كنتمنى انكم تشجعوني، والله يجعل ربي يشافي كل من هو مريض، الله يجعل ربي يشافي جميع المسلمين، وشكرا لكم اخوتي.